وما ورثناه وتلقينا عن هذا الخطاب كمسلمين. ولكن هنا الأنوار، ماذا علمت لنا الأنوار؟ علمت لنا أن نهتم بكل شيء يلتزم به الإنسان وينتجه الإنسان وينطق به الإنسان، لأن جميع ما ينطقه الإنسان نافع للإسلام للإنسان. وهذا هذا الموقف أمام المعرفة، وهذا الموقف أمام التفكير، موقف أتاحته الأنوار بمعارك شديدة بين العقل المسيحي الكنيسة الكاثوليكية والعقل الفلسفي الذي كافح باستمرار مع الفلاسفة الذين نعرفهم، ومنهم ديكارت ومنهم سبينوزا اليهودي. سبينوزا اليهودي تربى في تفسير التوراة والتلمود ويعرف الوضع التفسيري، وضع التأويل للنصوص الدينية، لأنه تربى في عائلة عبرية يهودية. وماذا استنتج وماذا قدم للعقل البشري بكتابه المشهور عن الأخلاق؟ غير تماما موقف العقل ونظرة العقل وممارسة العقل لما يسمى الخطاب النبوي أو الخطاب الديني بصفة عامة. هذه مرحلة من الأهمية بالمكان. والمرحلة الأخرى التي مهدت للأنوار كانت قبل سبينوزا، وهي لوثير بألمانيا. لوثير بألمانيا عارض التعاليم اللاهوتية للكنيسة الكاثوليكية، ودافع عن حرية كل مؤمن مسيحي أن يساهم بكل حرية في قراءة الأناجيل وقراءة ما يسمى العهد القديم بايبل. هذا موقف ثوري داخل الكنيسة، داخل الأرثوذكسية الكاثوليكية التي كانت الكنيسة تفرضها على جميع المسيحيين المؤمنين. وها مسيحي من داخل الكنيسة رفع صوته بمطالبة الحرية التامة لكل مؤمن مسيحي ومؤمن بالمسيح بالتعاليم المسيحية أن يساهم في المناظرة بين المؤمنين في قضية التأويل، مش فقط التفسير، لأن هناك فرق كبير بين التأويل والتفسير. أرسطوطاليس له كتاب له تأثير كبير عن جميع من اعتنى بما يسمى الهيرمينيوتيك، يعني التأويل باللغة العربية، ولكن المفهوم العربي باللغة العربية لا يؤدي ما يؤديه اللفظ اليوناني كما استخدمه وكما عرفه وكما هيأه كمفهوم أرسطوطاليس في كتابه. وكما لا نزال اليوم
ولا يزال الباحثون اليوم الذين يدرسون النصوص المقدسة يتناظرون ويتناقشون ويأتوا بأشياء جديدة ومواقف جديدة للنظر وتجديد النظر في هذه النصوص. وهذه العملية طبعا هيرمنوتيك تهمنا كمسلمين، لأن نصوصنا كنصوص الأناجيل كنصوص الآخرين لا يختلف من حيث اللغة وقراءة لسانية لغوية لنصوص القرآن ونصوص الحديث التي بنينا عليها الشريعة، ما نسميه الشريعة والفقه. ونخلط أيضا هنا، شوف المفاهيم، قضية المفاهيم، المفاهيم هي آلات الجراح عندما يدخل ليقوم بعملية جراحية. إذا كانت الآلات غير مرعفة غير مدققة فرحمة الله علينا في يد الجراح. ولكن عندما نتكلم عن نفس الآلات التي يجب علينا أن نعطيها نفس الدقة في التمييز وفي التطبيق حتى لا نخلط بين هذا وهذا، يمكنني أن أضرب لكم أمثالا مفاجئة في اللغة العربية. أخذ مثل لأنه مهم جدا، وهو مثل الميتوس. الميتوس لفظ يوناني. أفلاطون قدم جميع آرائه الفلسفية في أسلوب قصصي ميتيك، مث إنا نقص عليك أحسن القصص يقول القرآن في سورة يوسف. القصص باللغة العربية كما ورد في القرآن هو الذي يعطي الترجمة الملائمة للمحتوى الفلسفي والمحتوى الأنثروبولوجي لمفهوم الميتوس الذي تستخدمه جميع اللغات الأوروبية. واللغات الأوروبية متأصلة في هذا المعجم الفلسفي اليوناني، بينما اللغة العربية بدأت تتأصل عندما كتب ما كتب عن أرسطوطاليس وعن أفلاطون. مثلا الفارابي له ذاك الكتاب الذي نحلم به الآن أن يكتبه بعض الفلاسفة العرب، الجمع بين رأيي الحكيمين. الحكيمين هما أرسطوطاليس وأفلاطون، لأن أرسطوطاليس هو المعلم على أساس اللوغوس، وأفلاطون هو المعلم أيضا أول معتمدا على الميتوس. هذا مسألة لغوية لسانية. اللغة جميع اللغات تستخدم الاستعارات وتستخدم القصص. مثلا التاريخ الذي ندرسه في مدارسنا وحتى في الجامعات ينتمي إلى نوع القصص أكثر مما ينتمي إلى نوع اللوغوس الذي يتكلف بالتحليلات بالاستنتاجات بالنقد لما نعبر عنه في 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 اللغة. إذن هذه المرجعية إلى الربط بين اللوغوس والعقيدة المسيحية الكاثوليكية من بداية
هذا الدين وتكوين الفكر اللاهوتي في هذا الدين استمر إلى يومنا هذا.